أعزائي المتابعين، حياكم الله. لو أنت شايف كده قدامك هو مربع، وعاوز أجيب مساحة هذا المربع. معلومة عن المربع خواصه إن جميع أضلاعه متساوية، صح كده؟ طب أنا عاوز أجيب مساحة المربع، عندك هنا طريقين للحل. في عندك قانون أنت ممكن تستخدم هنا نظرية فيثاغورس، هتفرض مثلا ده إكس وده إكس، أوكي؟ طبعا نجيب أي ضلع منهم من فيثاغورس، دي طبعا زاوية قايمة. مربع طول وتر بيساوي مجموع مربعي تدور عن الايه الاخرين. يعني لو انت جيت قلت هنا 36 بيساوي اكس تربيع زائد اكس تربيع، يعني 36 بيساوي طبعا 2 اكس تربيع، اوكي. طبعا لو انت جيت هنا لو انت جت هنا قسمت على الاثنين يبقى الاكس تربيع يساوي 36 على الاثنين، اوكي. يعني هتقول هنا ان الاكس تربيع يساوي 18. ما هو الاكس تربيع ده اللي هو مين اصلا؟ اللي هو مساحة المربع، صح؟ مساحة المربع، يبقى مساحة المربع هنا بيساوي 18، اوكي. ما تنساش لو كان مثلا هنا سنتيمتر ايه مربع. ممكن تجيبها بطريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية؟ ان تقول مساحة المربع، لو انت عندك كده مربع وعاوز مساحته، بيساوي نص حاصل ضرب الايه القطرين، حاصل ضرب طول القطرين ده 6، القطرين بتساوي 2، يبقى ده كمان 6، يبقى نص في 6 في 6، اوكي. ده قانون مساحة المربع، يبقى نص في 6 في 6، يعني 36 في نص، 36 على 2 يعني بيساوي 18 سنتي متر مربع. يبقى مساحة المربع، ده قانون مهم جدا بتحفظه، بيساوي نص في حاصل ضرب طول القطرين، ضرب طول القطرين. طبعا القطرين بيكونوا متساويين، لو ده 6 يبقى التاني 6، يبقى نص في 6 في 6. أوكي، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.